بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا طلاب الحلوين. اليوم يا مس سوف نتعرف في حصة التربية الاجتماعية عن الثورة العربية الكبرى. سوف نبدأ الآن، هيا بنا نبدأ. أتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الحصة أن يكون قادر على تعرف قائد الثورة العربية الكبرى، يستنتج سبب تسمية الثورة العربية الكبرى بهذا الاسم، يتعرف على الثورة العربية الكبرى أسبابها وتاريخ حدوثها ونتائجها، يتعرف على علم الثورة العربية الكبرى وألوانها، يرسم الطالب علم الثورة العربية بشكل صحيح وجميل، تشجيع الطلاب على قول الحق والجراءة وعدم التردد في اتخاذ القرار. هيا يا طلابي لنتعرف إلى الثورة العربية الكبرى وقائدها وأبرز أعمالها من خلال هذا الفيديو. الرجاء حسن الاستماع والمشاهدة. انتفض الأحرار من أبناء العروبة في وجه الظلم والقهر والجهل والاستبداد، مبشرين بفجر عربي إسلامي جديد ينهي زمانا ران على قلوب أبناء الأمة فيه ما ران. فانبرى الأحرار والثوار بقيادة الشريف الحسين بن علي ليعلنها ثورة ونهضة عربية شاملة من أكناف البيت الحرام، لتعانق بغاياتها وأهدافها وشموليتها روحانيات الكرامة والشجاعة والفروسية، ولتكون لكل العرب غير إقليمية أو طائفية، ولكنها كانت ثورة قومية عربية إسلامية. وكما قال قائدها وحامل لوائها شريف مكة الحسين الهاشمي، إن هذه النهضة العربية تشمل كل عربي كائنا من كان، وإني أحب قومي وبلادي وديني أكثر من كل شيء في هذا الوجود. وتحت رايتها ولوائها أقسم أحرار الأمة بكل معاني وشهامة الفرسان وهم يبايعون قائدها على الطاعة، أقسم بالله العظيم أن ننتظر حين تنتظر، وأن نسير حين تسير، وأن لا ندين للترك بطاعة، وأن نحسن معاملة كل من يتكلم العربية، وأن نجعل الاستقلال فوق حياتنا وأهلنا وأموالنا. تألف مسرح العمليات الحربية للثورة العربية الكبرى من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام التي تشكل كتلة برية متصلة، وكان هدفها النهوض بالعرب كافة والسعي لتوحيد أقطارهم. لقد تولى أنجال الشريف الحسين قيادة جيوش الثورة العربية الكبرى في بلاد الحجاز، وخلال تقدمها باتجاه بلاد الشام مرورا بالأردن التي شهدت أرضها معارك شرسة وقوية قادتها قوات الثورة العربية مع القوات العثمانية في محطات سكة الحديد ومرتفعات النقب والجويرة ومعان والحاميات العثمانية ومدينة العقبة، حيث تنادى أبناء العشائر الأردنية من مختلف أنحاء الإمارة لمؤازرة هذه الثورة التي بشرت الأمة كلها بفجر عربي جديد. نعم، لقد حققت الثورة العربية غاياتها، ومنذ ذلك التاريخ والأردنيون يحملون مع قيادتهم المباركة مبادئ هذه الثورة والنهضة، ويترجمون خطى قائدها وبركة مبادئها في إشاعة روح العبوبة والإسلام، واستبقى رسالة نحن دعاتها وحماتها، وقد جسدها الأردنيون وأبناء الجيش العربي تاريخا عابقا بكل معاني المجد والتضحية والشهادة. وسيبقى الجيش العربي الباسل حاملا للأمانة سدا منيعا أمام الأطماع الخارجية، يحمي الوطن ويدافع عن تراب الأردن الطهور، ورأس حربة يدافع عن حمى الوطن العربي. تعرفنا من خلال هذا الفيديو وما شاهدته وسمعته عن الثورة العربية الكبرى أنه كانت البلاد العربية تتبع الدولة العثمانية في آخر أيامها، أيام حكمها مارست الفئات الحاكمة الظالمة على العرب، حاربت لغتهم العربية، أهملت شؤون حياتهم، انتشر الجهل والفقر، كثرت الأمراض، اجتمع أحرار العرب، قرروا الذهاب إلى من؟ إلى قائد الثورة العربية الكبرى وهو الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، كي خلصهم من الظلم الذي ألحق بهم. كان الشريف يتصف بالحكمة والشجاعة وحسن التدبير، فاستجاب لهم، أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى في العاشر
من شهر حزيران لسنة 1916 ميلادي، وانطلقت بعد ذلك جيوش الثورة العربية إلى بلاد الشام، ومن الحجاز انطلقت من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، وانتصر العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي وأبنائه التي هما علي وعبد الله وفيصل وزيد طيب الله ثرهم. إذن تعرفنا خلال هذا ما عرضته على قائد الثورة العربية الكبرى وهو الشريف الحسين بن علي. سوف نتعرف الآن إلى أبناء الشريف الحسين بن علي الذي قاموا بمساعدة والدهم في إتمام هذه الثورة، فيصل وعبد الله علي وزيد. ثم سوف نتعرف الآن إلى أسباب حدوث الثورة العربية الكبرى، الأسباب التي أدت إلى العرب إلى القيام والقيام بهذه الثورة العظيمة. أول سبب هو الظلم الذي كان يحدث من الدولة العثمانية، الجهل الذي حدث بهم، والفقر وهو قلة الحيلة والفقر الذي عم العرب في ذلك الحين، انتشار الأمراض وسياسة التفريط، وهي بمعنى أنه تحويل اللغة الرسمية في ذلك الوقت إلى اللغة التركية وإمحاء أو لغي اللغة العربية. والدولة العثمانية التي كانت ترأس هذه الأسباب كلها مما أدى إلى قيام أحرار العرب لقيام الثورة العربية الكبرى. سوف أعرفكم الآن على علم الثورة العربية الكبرى. هل ترون هذا العلم؟ ما يذكركم؟ ماذا يشبه؟ نعم أحسنتم، يشبه علم الثورة العربية الكبرى العلم المملكة الأردنية الهاشمية، لكن يوجد اختلاف بسيط، هو ترتيب الألوان والنجمة التي النجمة السباعية التي تميز علم المملكة الأردنية الهاشمية. في علم الثورة العربية الكبرى يأتي ترتيب الألوان كما يلي: الأسود ثم الأخضر ثم الأبيض، ويأتي مثلث في وسطهم في هذا العلم. لكن في علم المملكة الأردنية الهاشمية يكون ترتيب الألوان كما يلي، نبدأ بالأسود كعلم الثورة العربية الكبرى، لكن في الوسط يكون ماذا؟ الأبيض، لكن في علم الثورة العربية الكبرى يكون الأخضر، وهكذا يكون هنا الأخضر، ويتوسط هذا المثلث الذي يوجد في علم المملكة الأردنية الهاشمية نجمة سباعية، لكن في علم الثورة العربية الكبرى لا يوجد هذه النجمة. هكذا نكون أطلب منكم إحضار الكتاب المدرسي صفحة رقم 31. ماذا شاهدنا؟ علم الثورة العربية الكبرى. أحسنتم، هل يشبه علم الأردن؟ نعم أحسنتم، وبماذا يشبهه؟ باللون والشكل. أحسنتم، ما الفرق بين علم الثورة العربية الكبرى وعلم الأردن؟ ترتيب الألوان والنجمة. أحسنتم يا طلابي، سوف أعرض عليكم ما تعلمناه اليوم خلال هذه الحصة. قائد الثورة العربية الكبرى هو الشريف بن علي، وساعده به أبنائه الأربعة. حدثت الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916. سبب قيام الثورة الظلم الذي لحق بالعرب من الدولة العثمانية. يتكون علم الثورة من عدة ألوان، وهي الأحمر، الأسود، الأخضر والأبيض. هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. الرجاء حل صفحة 30 و31 من الكتاب المدرسي، وشكرا لحسن استماعكم.